اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي الطواجن، الصواني، الحاجات اللي بابا بتحرمشها. معايا النهارده لحمه مفرومه وكوسه في متناول الجميع. كميه اللحمه المفرومه حسب عدد افراد الاسره ممكن نص كيلو تلت كيلو، كميه المطلوبه مع كيلو كوسه هنعمل احلى طاجن كوسه باللحمه المفرومه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والكوسه مفيده وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا، واهمها بتعالج مشاكل الامساك ومهمه جدا للقولون. معانا كمان شوربه الجزر بالشعريه، الجزر مفيد فيتامين سي، داخلين ما بين الصيف والشتاء الحاجات اللطيفه دي مطلوبه. تعالوا نعمل النهارده شوربه الجزر بالشعريه بطريقه بسيطه وسهله. عدل السفره دي طبق سلطه خضراء من مكونات الخضار اللي موجوده عندك في الثلاجه. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عايزين نعمل النهارده احلى طاجن كوسه باللحمه المفرومه بطريقه بسيطه وسهله، واحنا متفقين مع بعض ان احنا عندنا اولادنا في المدارس محتاجين كمان يكون عندنا وقت ان احنا نركز معاهم وما نوقفش في المطبخ كتير لان معانا شيف شاطر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل طاجن الكوسه باللحمه المفرومه بطريقه سهله. كلنا عارفين كوسه بالبشاميل، كوسه جراتان، الكوسه بنعملها محشي، نعمل يخنه الكوسه بالطماطم، ولكن نعمل طاجن كوسه باللحمه المفرومه اكيد الشيف المغازي عنده افكار بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه في متناول الجميع. معانا كوسه خضراء من خير ارضنا، لحمه مفرومه، الكميه حسب عدد افراد الاسره، معانا كزبره، معلقه هريسه اللي هي الفلفل الاحمر، ومعانا بصل وتوم وشويه بهارات من اصابع ايدك العشره. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، وهنضيف لها جبنه اختياري. عايزاها بالجبنه الموزاريلا اهلا وسهلا، مش عايزاها بالجبنه برضو اهلا وسهلا. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه معانا زيت بيسخن زي الفل، ومعانا طاسة على النار شديدة الحرارة. في الحاجات اللي أنا بعملها دي البسيطة ده اسمه مزمبلاس في مصطلحات المطبخ، مالكيش دعوة أنت بالمزمبلاس، اللي هو التحضير. تكون عندك مثلا تومة متقشرة، بصلاية متقشرة، الكوسة مغسولة وجاهزة زي ما معايا كده في الاستوديو وحضراتكم شايفين مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها الكوسة أقطعها. أقطعها كده إيه زي ما هي بالشكل ده كده بعد ما تتغسل كويس. حلو، واحطها هنا كده عشان هعمل تركية حلوه هتخلي الطاجن ده ايه له قوام وله طعم وله شكل. بتشتري الكوسه ازاي؟ بتروحي عند الراجل بتاع الخضار تختار الكوسه اللي لونها اخضر ولطيف وجميل بالشكل ده كده. ما تجيبش حبات الكوسه اللي لونها اصفر، لونها اصفر يعني بقالها كتير عنده. حلو الكلام، واحنا كلنا عارفين بتاع الخضار بتخش عنده بنقعد ننقي الخضار، ننقي الخيار، ننقي البتنجان. وانصحك تشتري الخضار بنفسك، ما تعتمديش على حد يروح يجيب لك الحاجه وتشتريها. وانك تشتري الخضار من عند بتاع الخضار فيها متعه، ان احنا بنشوف يعني نعم ربنا علينا من انواع الخضار واشكال الخضار والاصناف الكتيره، الفواكه، الحاجات دي كلها. ادي الكوسه قطعناها بالشكل ده كده مع القرن الفلفل الحلو ده كده، ضيف عليها حلو قوي. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، ونحط عليها فص ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، شويه بقدونس. حلو، ومعانا كمان شويه ملح على الكوسه. زي ما انا شغال كده، شويه البهارات. شوف المطبخ وبساطته وسهولته. معانا شويه بابريكا حلوين، انا بحب البابريكا، شويه كمون حلوين، شويه كركم حلوين على الكوسه. والملح والفلفل. حلو قوي، زي ما احنا كده شغالين زي الفل. هنعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ عصره ليمون. حلو قوي، عصره ليمون اهي محتاج لها، مع معلقتين من النشا. الله عليك. واقلب الخليط ده كله مع بعضه. وعندي زيت شديد الحراره. هو ده الكلام. ليه بقى نشا؟ حطينا النشا علشان محتاجين هنا لحاجه تلم الشمل. يعني ايه تلم الشمل؟ احنا حاطين حاجات كتيره قوي على الكوسه، من التوم والبهارات
والاعشاب وكل ده. فلو احنا ما حطناش النشا مع عصرة الليمون البهارات دي مش هتمسك في حبات الكوسه وتتغلف بالشكل ده كده، هتحتاج كمان شويه نشا. اه حلو. والنشا ده هيدينا حاجه حلوه، ايه هي؟ هيخلي للطاجن قوام ويخلوا له شخصيه. حلو الكلام. قلبناها ونروح على الزيت ونحمرها ونقرمشها مع بعض اهو زي الفل. تعالي يا كوسه، زيت شديد الحراره تنزل زي ما هي انا كده. اللهم صل على النبي. ايه على فكره تقدري تعمليها سلطه بالشكل ده وتقدميها مع دبس الرمان. حلو الكلام. على الكوسه دي ما تتحمر شويه نكون جهزنا مع بعض الخلطه بتاعه الطاجن. ايه يا خلطه الطاجن يا عم الشيف؟ بصلايه حلوه، تومه حلوه، شويه عصير طماطم، ونشوف اللحمه المفرومه هنقدمها ازاي بالشكل ده كده. حلو الكلام لغايه دلوقتي زي الفل، ماشيين مع بعض صح خطوه خطوه. هنجيب الطاسه اللي معايا اللي على النار، معايا عصير طماطم، عايزه تعمليها بالطماطم اهلا وسهلا، تعمليها بدبس الرمان برضو اهلا وسهلا، عايزاها بيضه من غير لا طماطم ولا دبس الرمان مفيش اي مشكله. ممكن تحط لها كوب من الزبادي، نروق الدنيا اول باول، وتخلي مطبخك رايق عشان تقف في مطبخك رايقه وليكي نفس تقف في المطبخ، لان من الحاجات اللي بتديكي طاقه وبتديكي بهجه انك تقف في مطبخك رايق او فايق. كوبايه الشاي بتاعتك، كوبايه القهوه اللي انت بتحبيها، واهلا وسهلا. الطاسه شديده الحراره على النار، بناخد بصلايه حلوه مع فص ثوم، معلقه زيت زيتون، مكعب من الزبده. مدرسه المغازه بتقول ايه؟ مكعب من الزبدة في الزيت علشان البصلاية تتحمر بسرعة، ما تاخدش وقت كبير وتنشف مني. كفاية قوي. ادي البصلاية الناعمة حلوة قوي، تحميرة حلوة. الله، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. بالشكل ده كده. والبصلية بتتحمر، بغذيها كده بشوية كزبرة حلوة، الفص التوم الحلو بتاعي. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف. ونقلب لغاية كده زي الفل مع بعض. معانا لحمة مفرومة زي ما هي كده، اللحمة المفرومة بتاعتنا. بعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هحط على اللحمه المفرومه دي شويه بقدونس. تسلم ايدك. مع اللحمه المفرومه دي معلقه فلفله حلوه. حلو قوي. مع اللحمه المفرومه دي شويه بهارات حلوين. وانا واقف جنب النار كده من الملح والفلفل والبابريكا، وامسك اللحمه دي ادلعها اخر دلع. شفت المطبخ؟ حلوة زي ما انا شغال كده زي الفل. لحمة مفرومة حسب عدد افراد الاسرة، ممكن تحط سجق، عندك سجق بلدي اهلا وسهلا، عندك حتة كفتة في التلاجة باقية من امبارح اهلا وسهلا. واحنا مش محتاجين عشان نحصل على البروتين كمية لحمة كبيرة برضو. حتة اللحمة معايا زي الفل. باخدها زي ما هي كده بالشكل ده كده، واحطها على اللحمة المفرومة تلقائي كده بالشكل ده كده زي ما انا شغال مع البصلايه بتتقرمش كده وبتتحمر وانا شغال والكوسه بتتحمر. شفت السرعه، شفت البساطه، شفت السهوله، شفت المرونه في المطبخ. حاجه جديده. حلو قوي زي ما انا شغال كده. مش هقلبها، اعلمك على حاجه دلوقتي تخلي اللحمه دي واخده الشكل بتاعها زي ما انت شايفه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي ميه بتغلي على النار، ميه بتغلي على النار، اعمل لك تركايه دلوقتي هتدعي لي. انا بشويها كده. خلصت اللحمه بالشكل ده كده
واشيل دي من هنا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل على النبي. الميه بتغلي ومعايا غطا الحله. بص زي ما انا شغال كده اهو اهو في الحرف ده كده اهو. بصي بصي التركيبه دي اهي هي دي هو ده. واغطيها لازم نغطيها مخرج ده اهو هو ده. ونسيبها شويه على النار. اخبار اللحم اخبار الكوسه ايه؟ نبص على الكوسه. لا ما تقوليش ده يتاكل كده. ده جمبري مش كوسه. اتحمرت شفتي التوابل ماسكه فيها بسبب النشا. البهارات ماسكه فيها بسبب النشا. هنا لما بنحمرها بنقرمشها بنحمصها بتبقى تقريبا ثلاث ارباع سوا. معايا لحمه مفرومه على النار بتستوي كورتها زي داوود باشا كده. حمرت لها بصل او تومه زي الفل. نزلت عليها بقليل من الماء المغلي. لسه دور الطماطم ما جاش. معانا طماطم مفرومه في الخلاط او طماطم مبشوره. والطماطم اختياري، ممكن تعملها بيضه تعملها حمراء حسب الرغبه. انا مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير. ولكن قبل الفاصل نبص على اللحمه بعد الغلوه، هي خدت الشكل بتاعها بالشكل ده كده. الطعم في الطاسه ومعانا الكوسه بتاعتنا بتتحمر. هناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لاحلى طاجن كوسه باللحمه المفرومه في اكله امي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما التركايه بتاعت المغازي بتفصل طعم الزيت ايا كان التحمير. يعني ما تقوليليش ان انت هتحطي زيت جديد تحمري فيه كوسه، اكيد محمره فيه بطاطس قبل كده، محمره فيه سمك قبل كده، محمره فيه بتنجان قبل كده، طعميه قبل كده، ده مش هيضر. ليه كده؟ تحمري في الزيت ثلاث مرات حسب درجه الحراره، اهم حاجه ان هو ما يقطعش منك. عود النعناع اللي انا بحطه ده هو ده. ده بيفصل الطعم وانا شغال كده. حلو الكلام؟ طيب الكوسه اخبارها ايه؟ زي الفل. نبص على اللحمه المفرومه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. اهي شويه طماطم كده حضرناها زي الفل. الكوسه اخبارها يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. اهي صفيها من الزيت جيدا زي ما هي كده. حلو الكلام لغايه دلوقتي. هناخد الكسروله اللي هتخش الفرن. ممكن تحطها في كسروله ازاز، تحطها في فخاره زي ما انت عايزه. احنا بنحطها في ازاز عشان الكاميرا والعدسه تجيب الاطراف وتجيب التفاصيل. حلو الكلام. ولكن لو بتعملها في البيت والله العظيم انا صريح وواضح معاكم، حطيها في فخاره عشان تاخد جو وتاخد الايمج بتاع طاجن. طاجن يعني فخار، خلي بالك. دي الكوسه بتاعتنا زي الفل. حلو الكلام. هنوزعها كده بالشكل ده كده مقرمشه. شفت الحلاوه دي كده؟ الله سهله. الكوسه هنا ثلاث ارباع سوا مستويه. القرن الفلفل الاحمر ده اختياري يا امي حسب ما انت حابه. اللحمه المفرومه اخبارها ايه؟ معانا نبدا ان احنا نوزعها على الكوسه. تعالي يا لحمه. الله يا راجل يا طيب. ما داوود باشا اهي. تفرط مين يا راجل؟ ده الف باء مطبخ. جيب التفاصيل بالله عليك. انا معايا فرسان التلفزيون المصري اساتذه المصورين حبايبي. الكوسه زي اللحمه المفرومه هوبر هوبر. لسه ما خلصتش انا. الله على الحلاوه. طاجن الكوسه باللحمه المفرومه زي ما هي كده. رجعها تاني للنار. شويه الشوربه الحلوين دول انا عايزهم، خلي بالك مهمين جدا. كل اللي هعمله دلوقتي يا عم الشيف هعمل ايه؟ هجيب بوله صغيره كده واهتم بالطاجن ده وتفاصيله. واخد معلقه النشا دي كده حلو على النار بشويه ميه باردين. نشا ودي ما يتدوبش في ميه سخنه، ده مهم جدا. بنقلبهم كده حال. ننزل بوم كده على الصوص ده. الله اداني قوام، اداني شاي. هو ده اللي انا بص اللحظه لحظه جميله. لحظه ممتعه. شفت الجمال ده كده؟ اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟
هناخد القوام الحلو ده كده الله، وننزل بيه على اللحمه المفرومه. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده اهو. اضافه الجبنه هنا اختياري، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون جبنه رومي مبشوره، عندك شويه جبنه رومي نتيجه ان الجبنه الرومي بتقعد عندنا في الثلاجه زي الفل. انا معايا موزاريلا، هنحط الموزاريلا هنا. شفت الجو ده كده، واكله يا ست الكل، وتعشت الحمد لله، والاولاد مرضيين، وتيجي للقيمه الغذائيه اللي الشيف المغازي بيلعب عليها بقى. اه لحمه مفرومه بروتين، كوسه الياف خضره، المعده محتاجه لها والقولون محتاج لها، خبره طهويه موجوده. يلا بينا مخرج ده، هو ده اهي في قلب الفرن، اللهم صل على النبي اهي. حلو، يلا يا غالي، بص على الحلاوه والابداع الطهوي في الفرن في اقل من دقائق. عملنا طاجن الكوسه باللحمه المفرومه يحتوي على قيمه غذائيه عاليه جدا، وكل العناصر والفيتامينات موجوده في قلب الطاجن. نقفل اقفل يلا. ايه رايك تدفع كام؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. تعال شوف الكوسه مع الجبنه الموزاريلا مع اللحمه المفرومه، والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، وخارج الفرن برضو تتحدث عن نفسها. اللهم صل على النبي، الاحمرار الجميل والجمال، ايه ده؟ طاجن الكوسه باللحمه المفرومه بتفاصيله بحلاوته. لا تقولي لي بقى كوسه بالبشاميل ولا كوسه جراتان، طريقه سهله خالص اهي. اتحمرنا الكوسه، معلقه نشا مع توابل انت حباها، دخلناها في الزيت وحمرناها. بعد كده اللحمه المفرومه اتحضرت واتجهزت زي الكفته، نزلنا بيها مع بصلايه وتومه الاحمرار، نزلنا بطماطم مبشوره، وده حسب الرغبه ممكن تستغنى عن الطماطم. الاثنين عرفناهم على بعض في كاسرولله او في طاجن زي ما انت عايزه، وفي الاخر حطينا يا عم الشيف عليها شويه جبنه حسب الرغبه. اه مطبخنا بسيط، تفاصيله بسيطه، ولكن بكل يوم بشكل جديد وبطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.